اهلا بيكم، اخبار متعتكم ايه مع عالم الابتكارات والتكنولوجيا؟ صراحه قلائل هن الفتيات التي يهتمين بالتكنولوجي والعلوم، وقلائل اللي احنا بنلاقيهم مفتونين بقى ايه ان هم يحققوا ذاتهم في هذا المجال، اللي انشغلت طبعا بنت مصريه في ايه معترك الحياه. فبيبقى حاجه جميله قوي لما ايه نشوف يعني ايه ناس شاطره كده هوت بتحاول ان هي تحقق تطبيقات جديده ومستحدثه في مجالات مختلفه. الواقع المعزز ده بقى ده الصيحه رقم واحد والصيحه الاهم في عالم المشاهده دلوقتي، ان احنا نشوف الواقع المعزز. احد الخبراء وانا بساله اخبار ايه حكايه الواقع المعزز ده هوت، يعني ايه واقع معزز؟ مش انا مش فاهم، انت كل شويه تطلعوا لنا واقع افتراضي، لا الحياه العاديه، لا واقع معزز. حسب ما ذكر لي وحسب متابعاتي، الواقع المعزز ده عباره عن ايه؟ هناك شيء حقيقي في الحياه، كويس، وليكن مثلا مبنى، كويس، او استوديو، احنا عارفين شكله، ده شكله الطبيعي. فيجي الواقع المعزز يضيف عليه شيء مش موجود بالاساس، ويبقى ليه بعد جديد وبعد اخر، فبالتالي يندمج، يبقى فيه انصهار هنا هوت ما بين الحاجه الاصليه اللي احنا لامسينها اللي هي موجوده في الحقيقه، والشيء الجديد اللي هو شكله مش باين ان هو متركب او معمول له انستليشن. خلينا نشوف بقى حكايه نيفين عبد العزيز دي اللي هي عامله ماجستير في احدث حاجه في العالم دلوقتي اللي هو الواقع المعزز. اهلا بيكي. اهلا بيكي، اخبارك ايه؟ الحمد لله، منوراني في اي تي شو. ربنا يخليك وميرسي على الكلام الحلو ده. انا بجد يعني مبسوط ان في فتيات وبنات في مصر دلوقتي، لا بيقول لك احنا بقى ايه هنعمل مشاريع وتكنولوجيات وتطبيقات. قولي لي ايه حكايتك، لان عدد البنات قليل في المجال ده. بصوا، عدد الناس في المجال بتاع الاوجمانتد رياليتي نفسه قليل، لان هي تكنولوجي زي ما انت قلت جديده كده، بس هي التكنولوجي بعد الواقع الافتراضي. الواقع الافتراضي كنت بحتاج اجهزه كتير وحاجات كتير، فدي الصيحه الجديده ان ممكن اعمل اللي نفسي فيه وادمج الواقع مع الخيال، وفي نفس الوقت مش محتاج كمل المصاريف المهوله بتاعت الواقع الافتراضي. طب ما تبسطيها كده وخلينا نفهمها، يعني ايه واقع معزز؟ واقع معزز يعني يعني هم دلوقتي انا اللي يهمني الواقع عندي، يعني يهمني ان انا اصور شوت زي اللي احنا فيه ده برنامج احنا الاثنين، اللي بيهمني ان احنا الاثنين نكون موجودين، بس عايز حاجه تانية معانا مش موجوده، فممكن بالبروجرام اخلي شخص تاني خيالي قاعد معانا وبيتكلم معانا وبيتحاور وبيتعايش ونتكلم معاه من لحم ودم وروح، مش حاجه زي ما احنا عايزين. لو عايزينه نعمله زي البني ادم نقدر، عايزين نعمله مخلوق زي افاتار او اي حاجه من الحاجات دي نقدر. نقدر نعمل كل ده. ليه انتشر في الفترة الأخيرة إن كله يقول لك واقع معزز، حتى الناس اللي مش متخصصة يقول لك augmented reality أو واقع معزز، ليه في الفترة الأخيرة بقت كلمة شعبية؟ لأن هي خدت، هي قعدت بتتصنع وقت كتير، وأول ما طلعت كل الناس استفادت منها، كل القطاعات. يعني أنا دلوقتي كنت زمان في الواقع الافتراضي أو في الجرافيكس لازم كمبيوتر ولازم مكنة ولازم كل ده عشان أشتغل. الواقع المعزز قدر يعمل كل اللي إحنا بنحلم بيه. ممكن يدمج الخيال مع الواقع، ممكن ندخل نعيش في قصة خيالية هم ييجوا معانا، ممكن. طيب خلينا بالفيديو مع بعض كمان نستوعب أكثر وإيه نتداخل مع إيه فكرة الواقع المعزز دي. تفضل. هو أهم حاجة في الواقع المعزز كل حلم من الناس بتاع الأوجمانتد رياليتي إن ما يبقاش في فواصل بين الحياة والخيال، إني أتعامل مع الخيال على إني جزء منه خلاص. فهو ده الجزء المهم بالنسبة لي جدا في الواقع ده. يعني خليني اقول لك ان دلوقتي ممكن ان انا من بيتي البس اللبس واجرب بروفات وحاجات، وانا مش لازم اروح المحل والبس كل حاجه. هنا دي بروموشنز كل الشركات العالميه دلوقتي بقت تعلم بالواقع المعزز ده. شايفه ازاي يعني ايه؟ هو ايه اللي ايه الخيال اللي بيطلع دلوقتي؟ انا زمان كنت ممكن اطلع كارد يقول كل سنه وانت طيب. دلوقتي انا ممكن بالكمبيوتر جنريتد لو لابس نظاره ممكن اطلع كارد يطلع بالونات لا لا دي لذيذه قوي، دي هتعجب الناس. يعني في المناسبات مثلا، ده موقع، ده احد التطبيقات يعني. في المناسبات مثلا هجيب مثلا كارد مثلا خلاص عادي جدا. خلينا مع بعض مثلا، ادي كارد عادي هديه لحد ويفتح الكمبيوتر. خلي بس الاخراج معانا محمد طحاوي عشان الجمهور يشوفنا. خلينا من الماده الفيلميه دلوقتي على الشاشه. ده كارد عادي تمام خلاص، قبل كده هوت ممكن افتحه ويبقى فيه اغنيه بالظبط خلاص، او في رائحه عطره بالظبط. ايه بقى جديد دلوقتي؟ انا ممكن اخد الكارت ده واقعد قدام الكمبيوتر واحطه الاقي يطلع الهديه بتاعتي، ويطلع شخصيه بتقول لي كل سنه وانت طيب، واغنيه وفرقه. بس ده محتاج ايه؟ نظاره؟ محتاج نظاره؟ لا، ودلوقتي من الكمبيوتر عادي، كاميرا ويب كام وكمبيوتر. لا دلوقتي هنجيب كارت شكله عامل ازاي؟
كارت مطبوع عادي ممكن انا اطبعه على البرينتر في البيت. ده الكارت العادي بالظبط. طيب ازاي هيطلع لي مثلا منه فجاه لطيفه علي بابا حاجه لطيفه سندريلا مش عارف ايه، هتطلع الحاجات دي ازاي؟ لازم يكون يا اما بشوف على شاشه الكمبيوتر والكاميرا موجهه للكارت واشوف الشكل الخيالي ده على الكمبيوتر. يعني انا هحتاج الكارت العادي اهو وقدامي لابتوب او كمبيوتر فيه الويب كام. الويب كام بالظبط. اوكي كام. والويب كام تصور ويظهر لي على الكمبيوتر بقى كل الاحتفالات على الكارت ده طالعه منه. بس خليني اقول لك ان في دلوقتي نظارات، انا لو لبست النظاره هشوف الاحتفالات دي طالعه زي ما الولد شافها كده. خلينا نشوف مع بعض الفيديو تاني عشان انت بتقولي كلام يعني ايه. خلينا نشوف عجيب ومدهش. الفيديو ده ظريف جدا يعني لو احنا نرجع له يعني. بص ايوه هو ده، هنجيبه لك. ده فيديو، ده كارد اهو. كل ده مش طالع للجمهور ما تقريش. اتفضل. قول. ده يعني هو ممكن نخلي الاكزامبل ده تمام. الكارد ده ادي اهو ماشين كويس. اشرح هنا. قولي شرحك عبال ما نظبط لك الفيديو. قولي. طيب يعني انا دلوقتي بلبس نظاره عاديه جدا، نظاره دلوقتي اغلبيه الشركات منزلاها تمام. وبحط الكارد قدام النظاره دي، فالنظاره فيها كاميرا بتشوف الحاجه المميزه بالظبط وتشيلها وتحط الحاجه الخاليه. يعني النظاره فيها شريحه كده اهو، فيها كاميرا بس فيها كاميرا بتدور على شكل ما في الواقع. الشريحه دي هي عباره عن ممز يعني بتصور بتصور الموضوع بالظبط كده. بتشوف الشكل، بتدور على حاجه معينه في الفراغ اللي احنا فيه، حاجه مميزه تشيلها وتحط معاكي هنا اهوت على الشاشه. بص هنا ده برنامج كانوا عاملينه، بدل ما اروح البس لبس في البروفا وكل ده بدخل على الانترنت الاقي شكل اللبس اللي انا عايزه اختاره، البلوزه اللي انا عايزاها والتيشيرت اللي انا عايزه من على الويب سايت عادي جدا، وبعدين هجو ثرو اقدر اقيسه من البيت. بس ده معناه ان انا هدخل معلومات خاصه عني بالزبط. ايه هي المعلومات دي بقى هنا؟ لا ولا اي كاميرا، الكاميرا هي اللي بتكشف ملامح جسمي وبتظبط عليه بس كده. يعني ادي البنت اهي، الكاميرا عملت ديتكشن، دورت على الماركر بتاعها اللي هي ماسكاه في ايديها ده، طلعت لها تي شيرت اللي هي عايز تلبسه، لبسته وبتقيسه، ممكن تغير لونه وتجرب كل حاجه وبعدين تشتريه. مش لازم تنزل بروفا ولا اي حاجه. ده غرفه تغيير ملابس بالظبط في البيت. من على الويب كام بتاع اي حد بالظبط. بس هل ممكن تخلينا نعتمد يعني قراراتنا على الموضوع ده هوت، ولا هو بس ايه فن كده جزء تجريبي كده؟ لا، في على حسب القوه السوفت وير. في سوفت وير بتبقى مظبوطه جدا وتجيب مقاس، تعمل تشوف البني ادم مقاساته قد ايه بالظبط وتظبط له اللبس، بقدر من عليها خلاص مش محتاج ان انا اعمل اي حاجه تاني، اخد قرار نهائي. وفي السيميليشن وفي كل الحاجات دي يعني الاوجمانتد رياليتي او الواقع المعزز بيحاول يسهل لنا الحياه بشكل مختلف. الحياه ناقص فيها شويه معلومات ما اقدرش اجيبها غير الكمبيوتر يحطها لي، فالواقع المعزز ده بيعزز الواقع بتاعي بكل الانفورميشن اللي ناقصه فيه. يعني لو انا في موبايل ونزلت مثلا امريكا انا ما اعرفش اي حد في امريكا، لو بالموبايل مسكت حطيتها على مبنى مميز في امريكا هيقول لي كل التفاصيل بتاعه المبنى ده، مش محتاج ان انا اسال، خلاص انا بشوف الواقع بيتزود لي عليه معلومات الكمبيوتر موجوده عليه. لا بدأنا نفهم دلوقتي. طب ايه التطبيق ده كمان؟ ده دلوقتي انا لما بمسك جورنان او جريده بيبقى الكلام يا اما كلام عادي يا اما صور. دلوقتي ممكن الجريده لو حطيتها قدام الكمبيوتر ما اشوفش صوره، اشوف فيديو، ما اشوفش مقال كلام، الصوره تتحول فيديو كانه تقرير صحفي فيديو ما اقراهوش. ممكن ان الاعلان بتاعي اعلان عربيه مثلا، اي عربيه واتفر، اعلان 3D اقدر اشوفها من اليمين والشمال وفوق وتحت، اتفرج عليها براحتي. بيديني قوه في ال ودلوقتي شركات الدعايه والتسويق متجهه بقوه لان كده الجمهور بيحس انه متفاعل مع المنتج، ولا ايه الفايده في كده؟ الجمهور بيدور انه يبقى حر في رؤيته، فدي بتديني ان اشوف المنتج من وجهه نظر من يمين شمال وفوق وتحت، من الصوره ولا فيديو. الموضوع ده بيتدخل في المشاعر كمان، الاوجمانتد رياليتي. الاوجمانتد رياليتي داخل في كل حاجه، ان السكند لايف هتدخله وخلاص. ف ايه بقى اللي على الشاشه ده؟ انا شايف اعصابه بتاع ده بدل تشريح تشريح للمخ، فبدل ما يعلم الطلبه على ما موديل تشريح، جايب موديل وبيسقط عليه شكل المخ، يقدر يشوفه ويقدر يشوف اعمق من كده، يوري الاورده بس او يوري الجمجمه بس، لان الشكل مش المثال ده مهم قوي. ايه الفرق في بالتشريح هنا هو ما بين الواقع الافتراضي والواقع المعزز؟ الواقع الافتراضي كنت
كل حاجة يعني. لو أنا عايز أعمل عملية دلوقتي مثلا في الرجل أو في وريد أو في أي حاجة، بعمل عملية افتراضية كلها افتراضية، الأوردة افتراضية والشكل افتراضي، حتى البادي يعني اللي أنا معناها شغال عليه جرافيكس افتراضي، قصدك يعني؟ كلها جرافيكس. لكن دلوقتي أنا عايز أعمل عملية مثلا في الركبة،